طب يا جماعة طب يا جماعة الخير. الله تقدم تعيده. لا بس تعال مش مشكلة. بقصه 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 يا ابن حمد. ولا بيت فكر اللي يجي وكر كمل بنقص. فيعني المهم مش راضين يعيدوني فاحنا بنعايدك من غير ما تحكي. مش عارف ايش. اسعد الله صباحكم، كل عام وانتم بخير. الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، لا الحمد. طبعا احنا يا جماعه الخير احنا صلاه الفجر باذن الله حنكون معكم اليوم هيك اصور لكم يوم العيد في مصر. طبعا انا بعتذر من الناس اللي حكيت لهم انه احنا في غربه، انا اعتذر من مصر واهلها عامه، لانه يعني انا اقصد بالغربه انه يعني انه احنا مش بين اقاربنا، انتوا فاهمين قصدي. اما صراحه انا يعني اهل مصر اهل الطيب والكرم والشجاعه والنخوه والشهامه، يعني قد ما نحكي مش حنوصفهم، فانا بعتذر من هالكلمه. يعني جماعه الخير روحنا من صلاة الفجر، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، دعواتكم إنا كملين معكم بإذن الله لصلاة العيد. طبعا أنا عيد ما مش حصور حكمل وصفه، خليكم معنا بإذن الله. محمد حب يعمل أجواء في الشارع، بصح الشارع طبعا. تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله. طبعا حياتي الوالد مروح برضو من الصلاة، بس من جامع من مسجد ثاني. بخير، ازيك يا فندم؟ انت بخير يا حاج؟ مرحبا مرحبا، ان شاء الله كل عام وانتم بخير طيبين. كل عام وانت بخير يا حاج. كل عام وانت بخير يا براء. ان شاء الله العام الجاي او العيد اللي جاي اقرب عيد يكون رجعنا لغزه. ان شاء الله. يكون اهل غزه ان شاء الله رب العالمين فاتحين المنتصرين باذن الله. ان شاء الله عيد النصر. جميعا باذن الله. ان شاء الله. وهان رحنا على المسجد ما قبل صلاه العيد، يعني ما قبل صلاه العيد بساعه او اقل. يعني الواحد متعود في مسجده كل سنة هو اللي في العيد، هو اللي يكون ماسك المايك، هو اللي بيكون بحضر للعيد، هو اللي بيكون بزين في مسجده. فسبحان الله السنة غير عن كل سنين، الحمد لله رب العالمين. لكن لما وصلنا المسجد وأهل المسجد والقائمين على المسجد شافونا إنه هيك إحنا متضايقين أو زعلانين إنه مش هذا كله صار معنا، أبو رفضوا إلا أنهم يعني وشدوا فينا بدرجة مش طبيعية أنه إحنا اللي نقعد على المايكات، أنا ومحمد إحنا اللي نقعد وإحنا اللي نكبر، والكل يعني جمعهم كلهم يعودوا ورانا. يعني صراحة الموقف هذا صنع فارق كبير في كل يوم. يعني أنا صراحة رحت على المسجد بنفسية أنه الواحد زعلان ومتضايق انه بعيد عن اهله واحبابه واصحابه في غزة، ومشتاق لغزة واهل غزة وتراب غزة. الا انهم صراحة زي ما بيقولوها صنعوا السعادة لنا صناعة صراحة، يعني ما بعرف كيف الواحد صنعوها فعلا، صنعوها صناعة السعادة، فجزاهم الله خيرا. يعني الناس اللي بتحكي انتوا شو مبسوطين في مصر، لا احنا مبسوطين بس مشتاقين لغزة. يعني احنا مش في غربة، صح احنا بعد عن اهلنا، انا في اخر فيديو قلت انه احنا في غربة، لا احنا مش في غربة، احنا بعد عن اهلنا. هيك قصدي كان فعلا، اهل مصر اكتر من اهل واكتر من احباب، يعني شكرا لهم من القلب صراحة على هذه المواقف. مش موقف واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يعني انا بقابل اي حد في الشارع بيقعد يسلم عليا ويحضنني. يعني في ناس انا صحيت الفجر وصلت الجامع كل اللي في المسجد صاروا يحضنوا فيا وبوسوا فيا وعيد مبارك كل عام وانتم بخير،
فبصراحة يعني حسيت حالي بين أهلي وبين ناس وبين أصحابي وبين أحبابي، حتى أنس يعني الناس مسكت على باب المنزل صارت تعيط فيه، الناس بتعرفوش يعني، الناس أول مرة تشوفه تعيط فيه وتحضن فيه وتبوس فيه، هذا الأنس، والناس تجيب لنا هدايا والناس تعرفناش، بس إنه إيش إحنا من غزة. أنا في ناس ما والله ما بعرف فجأة تتعرف علي، إنه أول ما عرفت إنه أنا من غزة وتبوس فينا وتحضن فينا جابوا لنا بسكوتات وشوكولاتات يعني، ففعلا بارك الله فيهم. حتى يعني صراحة طلعوا كيف مزينين طول الليل، صحيين مزينين المسجد، وحتى طلعنا احنا من المسجد لقيناهم عاملين مفاجأة على باب المسجد كمان، ففعلا جزاهم الله خير الجزاء وجعل الله هذا في ميزان حسناتهم يا رب. هذه كانت من ضمن المفاجأة اللي كانوا حاضرينها، يعني طول الليل هم بنفخوا بلالين وبحضروا فيك مفاجأة للناس، يعني صراحة يعني شعور، يعني الناس كلها فرحة، مفيش حد بيحمل لحد في قلبه حقد أو كره، كله بيحب الكل صراحة. أجواء مش بس إنها عيد، أجواء حب ومودة فعلا، يعني حتى الشيخ في دعائه صراحة كله هو بدعي لغزة، بدعي لغزة أكتر، إيش دعا لغزة أكتر من مصر، هو بدعي والجامع كله وراه قاعد بيبكي، يعني أنا من دعاء صراحة صار جسمي يقشعر. فصراحة الواحد مش عارف ايش يوصف او ايش يقول، يعني حتى الواحد من كتر الفرحة يعني انا واقف بطلت بس بصور ومش عارف ايش احكي. الحمد لله سبحان الله، يعني مصر مصدر الفرحة نفسهم، يعني قد ما طبعا احنا روحنا من صلاة العيد، طلعنا هيك نلبس اواعي العيد وعملنا حلل ونازلين على الشارع، انه ايش عشان نطلع نعيد على الوالد والوالدة يعني. فبدي اترك المايك لمحمد وانس يقولوا لكم عن السعادة اللي شافوها من بعد صلاة العيد في المسجد، يعني فنسيب لهم المايك. والله يعني صراحة يعني احنا كنا رايحين يعني النفسيات، يعني كيف انه فيش اجواء عيد، يعني زي صلاة عادية حنصلي ونروح نقعد نجلس طيب ماشي، بس بتضل هالنفس انه كيف يعني اصحابك اهلك الباقيين حبايبنا، يعني كل اجواءنا وذكرياتنا كانت يعني زي ما بيحكوا في غزة. يعني كنا احنا نيجي بعد صلاة العيد بنيجي احنا بعد صلاة العيد مثلا نمسك المايكات نقعد نكبر في المسجد قبل صلاة العيد، قبل الصلاة صح، كنا نيجي نقعد نكبر نقعد مع الطلاب والأطفال يقعدوا يعني يكبروا معنا، أما يعني هم أبو هانا إلا يعني إحنا يعني كنا زي المسكين ومسكين المايكات ونكبر قدام الناس ويجوا يتجمعوا حوالينا يعني هيك. وبعد عملوا أجواء قصة البلالين وإنه زي بهجة. أنس بداية كل عام وأنتم بخير وطاب وطبتم وطابت لله أعيادكم. متضحكوش علي. وتاني شيء يعني احنا والله ما احنا حاسين حالنا ببلد غربة، لكن انتوا عارفين الأجواء بغزة حزن واحنا حزنانين عليه، فطبعا احنا والله ما احنا حاسين ان بلد غربة، ولكن الأجواء هنا يعني ولكن في غزة طبعا حزن وكل الحزن عليك. فنخلي الماي لورا. لا قديش هديتك طلعة قديش عيادك على باب الجامع اسمها ايش اسمه على باب الجامع قبلني الشيخ طبعا لما عرف انه من غزة وعيدني 100 جنيه. مين كمان عيادك؟ عمو وابوي. حلو، وانت محمد مين عيادك؟ احنا شباب متعيدين. والله احنا شباب متعيدين. بنعيد كل الشكر والحب والتقدير لاهلنا في مصر على هذه السعادة اللي صنعتوها إلنا صراحة، يعني احنا واحد ما كان حاسس، يعني مش كما ما كان حاسس سنة النبي انه كان يفرح في العيد، لكن الواحد انه بعيد عن وطنه واهله وناس وحبايبه هيك كانت النفسية، لكن بعد ما انه رحنا على المسجد وشفنا الوجوه الطيبة والسعادة وبهجة البلالين واحتضان الناس إلنا، الا انه الناس يعني صنعت لنا السعادة من ولا اشي. فحنصور لكم هيك معايدة الوالد
والوالد علينا. خليكم معانا في اخر الفيديو. احنا طالعين على البيت نعيد عليهم. يلا كبروا كبروا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. كل عام وانتم بخير يا حجه. كل عام بخير. وين الحاج؟ الحاج طلع وين؟ عيد على الجيران اللي هنا. كل عام وانتم بخير. ايش اللي عامله اليوم؟ العيديه بدها تكون بطريقه مختلفه. طبعا انتم تعرفوا كنا في غزه كل مره. ايش اول شيء بدنا نعيد على المتابعين. صحيح كل عام وانتم بالف خير وبدنا تدعوا لنا ان شاء الله انه اول حاجه ربنا يتقبل من الجميع الصيام والقيام ويتقبل طاعاتنا. وان شاء الله السنه الجاي يكون رمضاننا في غزه ونكون بنينا بيوتنا وغزه منتصره وامور كل غزه احسن من الوقت اللي احنا فيه وكمان قبل هيك كمان. يا رب العالمين كل عام والجميع بالف خير. وبدنا هنا نشكر اهلنا في مصر لانه عن جد عن جد يعني اليوم احنا روحنا من صلاه العيد الامانه الواحد كان بنفسيه ورجعونا بنفسيه ثانيه تماما. يعني الله يبارك لهم ويجزاهم كل الخير. لقيتها في عنا اربع صحون عشان بدنا نعيدكم. طبعا انتوا ثلاثه لين تعيدت وخلصت عشانها بنت يعني لازم نعطيها عيديتها الاساسيه. هنا انتوا بس نسيش الذكر مثل حظ الانثيين. لا لا لين طبعا لين لها شعبيه عند المتابعين فيعني كان لها عيديه خاصه هيك سلمناها اياها لانه في جزاهم الله الف خير في ناس بعثوا للين عيديه لها مخصوص بالاسم ما شاء الله. فانا بتطلع يعني المفروض لين اللي جت تعيدنا مش أنا واحنا اولاد البطه السوداء. لا انا بطه سوداء يعني المثل مش بقول. طيب المهم لقيت يا انس بدك تضاف اللي بالصحون. الحين عندنا اربع صحون. صحن فيه 20 جنيه، في صحن فيه 50 جنيه، في صحن يا انس فيه 100 جنيه، في صحن فاضي. ايش فيه؟ بدك ترضى. وانت يا محمد بدك ترضى وانت برا بدك ترضى. اللي طلع له صحن فيه 20 جنيه بده يرضى، واللي طلع له صحن فاضي انا اخير بده يرضى. طيب حلو في اربع صحون احنا ثلاثه حيضل صحن الرابع يا براء مش مركز معي. صحن الرابع فاضي. هتحكوا لي حرام ناس تاخذ 20 جنيه وناس تاخذ 100 جنيه. براء بتطلع مش عاجبه طبعا مصدوم. فطلع ورجي هيك ورجيهم وجوه اخوتك كيف مصدومين. بدا ياكل في ايش يا انس؟ طلع محمد خلاص احمر صار. محمد طلع محمد محمد يعني ها مصدوم محمد. هذا محمد فرقش مع المصاري اصلا. محمد بدينا مصاري من جيب بتجيب. تمام تحكوا لي حرام بتجيب قصص سرقه صار. في الاول متفقين ومسامحين طبعا احنا عشان كمان منها لعبة عشان لسه حنطلعكم في العيد فبدكم مصاريف في العيد فهذه بتسدد هذه. ويمكن ناويين تطلعونا في العيد وان شاء الله واحد تطلع له 20 واحد 50 واحد ولا شيء وال100 هذه تضلها بتخشوا فيها للعيد بتجيبوا فيها ميلك شيك. تمام يعني عشان انا بدي اصور وانتم كلكم ديروا وجوهكم. يلا يلا دير 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 يلا جنب بعض انس جنبهم. يلا تصفقوا انتم الثلاث. انا بدي تطلعوا ببعضكم ومنها بتقيموا اللبسه. اه يلا انتم قاعدين اه كل اشي انس محمد انا بدك تطلع فيه. يلا غمض كله يدير دير يا انس. لا يا شيخ انس تضحكش علي. يلا مين اول واحد بده يبدا؟ محمد يلا اختار لك صحن. مش حاحكي طبعا انا مش حفتحه انت بس كل واحد يختار صحن حط ايده على واحد طبعا خلص هيك طلع. هذا محمد يلا انت يا انس. هيهات انت براء خلص تمام. محمد براء انس يلا يا محمد افتح صحن. المية تكون هنا. كل عام انت بخير يا محمد. كل عام 50 يا 100. والله انا كان نفسي محمد ياخذ ال 100 لانه محمد اكثر واحد بيساعدني يعني صدمه. يلا انا استنى شوي بدي اشوف أن... اه يلا يلا انت انا احس هنا ال 100 بسم الله. ايش يا براء؟ لا يا براء مش مسيء انا شغله يعني زيلك يا 50 يا 100 100 نايس 50 يا سلام دعاء مستجاب. 100 ضلت دعاء مستجاب. طلع انس باكل في اظافره. لا ما اخذتش ال 100 هاي ال 100 ضلت ها هاي ال 100 ما حدش اخذها. ردة الفعل البؤساء البؤساء انت ولا شيء؟ اه براء مصدوم يا جماعة بس فلوس فلوس سعيد. براء مصدوم انت ايش صار لك يا انس؟ 50 كل عام وانت بخير يعني انت اكثر واحد
وين أنس صار؟ الحين المتابعين الحين حينبسطوا عشان أنس إيش أخذ أكثر إشي يعني. طلع محمد مظلوم وجهه. يعني هن 200 بس الصفر يعني بأسم الدال. لا هدي 20 وأنت يا برا إيش؟ أنت يا برا أخذت ولا إشي؟ لا كلام ما يوصف المشهد. طيب ان شاء الله بفكر بفكر اسمع بس يجي ابوك يعني منحنن قلبه عليك انه ها يزيد لك يوم شويه. لا ابوي صاحبي كل عام وانتم بالف خير. فيش نقاش خلص احنا كاتفقنا ماشي. ان شاء الله خير ان شاء الله خير يا براء باذن الله تعالى. الفيديو بيجيب لك مشاهدات وبتحصل ال 100 جنيه ان شاء الله. على سيره الفيديو في ميزه شكرا تحت الفيديو باذن الله بتلاقوها تفعلت من جديد يعني الحمد لله. انت يعني تشجيع العواطف. يا جماعه ايش رايكم اكتبوا لنا في التعليقات يعني إيه؟ صدقني اذا كتبوا في التعليقات اعيدك يكتبوا ايش اعيدك راح اعيدك. اكثر مبلغ راح يكتبوه يعني يعني حيتكرر في التعليقات ايش المبلغ او اكتبوا محمد بتطلع عنجان ولا انس انتوا اكتبوا لي اذا كتبوا اذا كتبوا انه هيك كويس خلاص اذا كتبوا اني اغير العديه كل واحد قديش اعطيه راح اعطيه ايش بيكتبوا المتابعين لكل واحد براء ومحمد وانس اكتبوا لي كل واحد اغير له عديته ولا لا انس تعيد 20 50 ومحمد 20 وبراء صفر ان شاء الله رب العالمين خيرا. كلامك سبحان الله يعني مع جيه العيد الواحد صح. كان انه في فاضي في الشيء اولادي نفسهم يفجروا الصحون. مقاطعه لكلامك يعني الفيديو قال الفيديو مقاطعه لكلامك يعني مع جيه العيد سبحان الله يعني ربنا بده يفرحنا الحمد لله تم تفعيل القناه مع جيه العيد الحمد لله يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر لله اولا ثم الشكر بصراحه عن جد يعني الأمانة ما شاء الله عنكم أنا بحكي عنكم نعم السند ونعم الأهل جزاكم الله ألف خير ونخلي مع براء يكمل لهالقيت عشان يختم معكم الفيديو بدي صاحب أنس قد يعزمني إن شاء الله إن شاء الله نحكي نراكم إن شاء الله على إن شاء الله كمان نشوفكم فيديو جديد وفلوق جديد مع طشة العيد إن شاء الله يعني إن شاء الله مش عارفين ننطش يعني يمكن نطلع على دمنهور بيحكوا هي في البحيرة مكان كويس فإن شاء الله خير اكتبوا لنا اللي بيعرف في دمنهور أماكن حلوة اكتبوا لنا يا جماعة ما تكونش يعني مكلفة تكون أسعارها هيك في متناول اليد يعني بس هيك نطلع في شوارع انه الواحد شويه هيك كتغيير جو بس الله المستعان والله يفرجها على غزه يا ربي واهلها لانه الوضع اليومين هذول شويه صعب بدهم دعواتكم بدنا كلنا ندعي لهم نكثف الدعوات وكل عام وانتم بالف خير ربنا يكثر بيتهم يا رب